تسير حافلة الجيش إلى وجهتها، تشق صدر الهواء وخيوط المطر المنهمر. رأسه على شباك الحافلة ينتظر مندريس بلهفة لحظة وصوله إلى إسطنبول لفحصه طبياً، ثم إلى أنقرة لرؤية زوجته وأبنائه، كما وعده وأخبره قادة الجيش المشرفون على رحلة الانتقال هذه. نقل مندريس على متن إحدى السفن العسكرية من جزيرة ياسي أضا بأمر من القائد العسكري إلى جزيرة إمرالي، وليس إلى الوجهة التي تمناها مندريس ووعد بها. وصلت السفينة إلى وجهتها. خرج مندريس صعقه المشهد إذ رأى نفسه أمام حشد كبير من أفراد الجيش برتبهم وأسلحتهم المختلفة. كبل أحد الملازمين يدي مندريس وأرسل بمرافقة العسكر إلى غرفة الضيوف ليتلو عليه المدعي العام عمر إيجسل حكم الإعدام. انظر يا مندريس إلى أي حال وصلت، ها هو الآن يقرأ على مسامعك حكم الإعدام. آثر مندريس الصمت واكتفى بالنظر في عيون الانقلابيين وعيناه تقولان كلاما كثيرا، ملخصه أنكم ستتذكرون هذه اللحظات وستدركون أن شمس الحقيقة لن تنطفئ. رداء أبيض يلبسونه لمندريس في لحظاته الأخيرة، وتقيد كلتا يديه خلف ظهره. يسأل مندريس الجنرال المرافق له: وهل تخاف من الموت يا جنرال؟ ألا تخاف أنت؟ هذه الروح أهديها لشعبنا وأمتنا، سأسامح عن حقي هذا، وهذا الشعب لن ينسى من خدمه أيها الجنرال. مندريس، أنت سترحل أيضاً، سينساك الجميع. الله رأى محبتي لشعبي. أصمت. إذا صمت أنا فالشعب لن يصمت، الضمير لن يصمت. كل شيء جاهز، وفر أنفاسك ستحتاج إليها بدلاً من هذا الحديث الفارغ. أمام المشنقة وصل مندريس يتأمل آخر الأماكن التي سيقف بها، يبتسم يجهز نفسه للوضوء. يمر الوقت ولكل ثانية نصيبها من الذكريات. يصعد مندريس الذي أنهكه المرض درجات منصة الإعدام، تعلو الابتسامة محياه، يتنفس بعمق، يملأ رئتيه بالهواء وقلبه بالرضا والتسامح. انتهت حياة مندريس، لكن أثر إنجازاته حاضر اليوم في روح الأتراك وصوت الأذان.